كنت انت الزرواني انت اللي كدير معنا الخير فهمتي ولا لا؟ كدير معنا الخير ولقيناك هنايا وبغيناك انت كتعاوني. وبقى كينصحني قال لي واش عندك شي وليدات؟ قلت له راه عندي وليد وخدام عليه وفهمتي ولا لا؟ قال لي ما خصكش تشرب وما بقى كينصحني وكينهيني بكلام طيب. كي كانت الحاله ديالو؟ حاله مزيانه اختي مزيانه كيهضر معايا زويون وكيهضر معايا. قلت له المؤمن، قلت له دابا انت كدير الخير ورجع لك بوم زويد. قال لك لا انا هو المؤمن. هذا الشيء اللي كاين. انت يا كي حسيتي فاش شفتيه؟ حسيت بيطلع لي الدم اختي وتشوكت ما يستاهلش هذاك الدم. انت اصلا عزيز عليك. انا كنشوفه في الفيديوهات اول مره نتلاقى معاه هنايا في صامت. معاها خايفه؟ لا ما بديتش معاه اختي، تقدمنا انا وياه عند الوكيل. كانت الحاله النفسيه ديالو؟ الحاله ديالو مزيانه، عايش بخير، كيضحك، كينصحنا في. سمعتي شنو قال له قاضي التحقيق؟ لا ما سمعتش. دخل. شنو هي الحاجه الوحيده اللي قال لك قبل ما يدخل؟ شنو قال لك؟ كيعرفها يعني هو كنعرفك غادي تخرج معنا. ما قالكش قول لهم شي حاجه وصلها لهم رساله للجمهور ديالي ولا شي؟ قال لي شنو كاين برا؟ قلت له راه الصحافه وعباد الله دايرين عليك فهمتي، مجموعين عليك عباد الله بزاف. قال لي واش بزاف؟ شي 10 عباد الله. قلت له راه اللعوده كامله عامره مجموعه. نعم. على قبلك ونصحنا اختي كلام طيب وما يسالش بنادم كيدير الخير. و هو السيد كيدير الخير معنا صف الكوميساريه يا طابع بالمحكمه. انا عاد خرجت من تما وما بغاو. كينصح الشباب وكينصح الدراري. ما قالكش واش غادي يقدر يخرج اليوم ولا ما يخرجش ولا شي حاجه؟ مازال عنده المشكل مع الوكيل المالك. بصح خصو هادشي ما قال داك المشكل عند الوكيل المالك. شنو نتمنى من هذا المنبر؟ نطلبوا له الله اختي، نطلبوا له الله يطلق سراحه اختي. امين. الله يطلق سراحه وما يستاهلش. اول مره نتلاقى معاه. شكرا بزاف. انت كنظره واخد على يوسف الزروالي، شنو هي النظره اللي كنتي واخد عليه؟ النظره الاوليه ودابا انا صحات لك كل شنو كيقول اختي، كل شنو كيقول عليه. وانا دابا ملي شفت انا مباشره عاد عرفت عليه شنو كاين. هذا السيد، هذا السيد طيب فهمتي، كيضحك معنا وكينصحنا في السنتره كامله، كينصحهم الدراري اللي طلعوا من السنتره كينصحهم فهمتي ولا لا؟ هادشي اللي كاين. خليك معايا هو اللي يطلق سراحو اختي. شي ما نقولو. نعم. انت شو كتعرف على يوسف الزروالي؟ انا اول المدينه ديالك والتعامل. انا كنشوف في الفيديوهات المعاملات المزيانه، كيدير الخير. وانا تلاقيت مع اول مره نهضر معاه، قلت له السي الزرواني انا انت باش تعاوننا، انا راه عندي وليد. شو كتب لقيتيه؟ لقيتيه في المحكمه. كيفاش كان هو تمايا؟ كيفاش كانت النفسيه ديالو؟ النفسيه ديالو مزيان عاديه، كيضحك مزيان. وقلت له اللي كيدير الخير انا هكا، قلت له اللي كيدير الخير كيرجع له ب من دامه. هي هذا هو الشيء مكتب الله. هو هذا اخو انا اللي شفته راه كنقولوا اللي عليا. الاسم ديالك اخاي، الاسم والصفه. شكون انا؟ شنو نوع زين؟ دابا صافي خليتي مشدود على شرب وتسكر. الشراب وتلاقيت معاه في اول مره والحميد تشوك عليه اختي. هضر معايا، كيهضر معايا كلام طيب. الحاله الصحيه ديالو مزيانه. قلت له انا اللي هضرت معاه، قلت له شو الزرواني اللي كيدير الخير هو كيرجع بهم زويد. قال لي لا، قال لي المؤمن مصاب هكا. قال لي انا معليش فهمتي، هذه هي الهضره اللي هضرت معاه. ما سولكش قال لك واش عائلتي كاينه برا؟ واش انا اللي هضرت معاه، قلت له ملي دخلت من لكم من اللعوده قلت له عباد الله راه مجموعين عليك. قال لي شحال؟ واش كاينين شي 10؟ قلت له راه بزاف كاينين عباد الله مجموعين عليك بزاف. هذا الشيء اللي كاين.